بنت بحال هادي اشدا حتى تمشي للتيران. البنات مشى لهم العقل بافكار الحريه والتفتح، حتى في الاخير كيوقع لهم بحال هاد الشيء. هاد الهضره اللي قالها هاد السيد على الوفاه ديال نوره المشجعه الرجاويه الله يرحمها استفزتني بزاف، بلاصه ما يهضر على شغب الملاعب والعنف اللي كيوقع ليه، او لا على الاقل استهتار المسؤولين. اختار انه يناقش موضوع المراه والفتنه وكيفاش ان الحداثه وافكار التحرر والحريه خرجوا الى البنات. اليوم هاد البنت هادي اللي ماتت عارفه على اللي دير ليها تمشي تما، عارفه على اللي قال ليها ما فيها باس، عارفه على اللي قال ليها هادي من حريتك، عارفه على اللي قال ليها هاد الامور هادي ولات من العادات ويمشي ليها الانسان. واش ما كان المراه ما كان البنت واش هو المدرجات الملاعب؟ الله يرحمها والله يوسع عليها، ولكن الرساله للاخوات، لان هاد الظاهره هادي شفناها كبرات وداعت وشاعت للاسف. النساء ديالنا ولاو العيالات، العيالات كبار قال كلهم كيمشيو من الملاعب ويتزاحموا مع الدراري ويتزاحموا مع الاولاد. هل يعقل انه في هذا الوقت اللي كلشي بقات فيه البنت مسكينه حيت مشات غير تبدل الجو وتفرج في الفريق المفضل عندها، حتى صدقات خساره حياتها بسبب سوء تنظيم المسؤولين والشغب ديال بعض المشجعين، وانت كتجيب كامل قواك العقليه وكتنوض تهضر على التصرف ديال العيالات؟ من ديما والمجتمع كيشوف ان البنت اللي كتمشي للتيران وتزحم مع الدراري حاجه خايبه، وانها خارجه على الطريق حيت بنات الناس ما كيديروش هذا الشيء، ولكن كننساو انه فريق الرجاء عنده سمعه مزيانه، وخصوصا بالجمهور ديالو اللي معروف عليه كيناقش افكار سياسيه بطريقه فنيه. وبغض النظر على واش انت دري ولا بنت، راه ما يمكنش ما يعجبكش الفريق والاجواء اللي كتخلق في التيران والجو الحماسي وهتافات المشجعين اللي كيدوزوا فيها وقت كبير باش يبدعوا فيها، الشيء اللي خلى مع الوقت تغير النظره على كره وتولي قضيه كتهم الناس كاملين وماشي شي حاجه اللي كتخص واحد الفئه معينه وصافي. وهذا الشيء كيبان فاش كنشوفوا مشجعين او مشجعات نقيين بحال نوره. نوره بنت محترمه خدامه في شركه ديال لاسيورونس ومقاتله مع الزمن على قبل امها واختها، دايره واحد الطوموبيل على قد الحال وداخله سوق راسها، ولكن ذنبها الوحيد انها مبليه بالرجاء البيضاوي منين كان في عمرها 9 سنين، لدرجة انها تبعتهم حتى لمصر باش تفرج فيهم، ولكن لسوء الحظ ما كانش عارفه انها غترجع جود هامده وغدوز اسوا لحظات حياتها قبل ما حتى تدخل تشوف الماتش بسبب الشغب اللي وقع، لدرجة انها مات تلحمها زرق بالعفيت ورجليها وراسها كلهم كانوا مضروبين، ومشات للسبيطار كلها فازقه قبل ما تلفظ اخر نفس. ولكن شنو وقع حتى طرا ليها هذا الشيء؟ وشكون اللي كيتحمل المسؤوليه؟ واش المسؤولين اللي ما عرفوش ينظموا بالصح، اولا المشجعين جهلوا فحال ديما وبقاو كيدافعوا باش يدخلوا دغيا؟ لحد الان السلطات الامنيه دايره تحقيق باش تشوف شكون هو السبب في هذا الشيء، ولكن تقريبا الناس كاملين اللي حضروا حملوا كامل المسؤوليه على كازا ايفنت، وقالوا انهم باعوا تذاكر اللي كتجاوز العدد المقاعد المسموح به في مركب محمد الخامس، وبلاصه ما يعتذروا او اللي يحاولوا يلقاو شي حل اللي يهدنوا به القضيه ناضوا صدوا في وجوههم البيبان بدون حتى ما يشرحوا ليهم. الشيء اللي خلى الناس تدخل في حاله هيستيريا وتبدا تدافع باش تدخل حيت ما خلاهمش يدخلوا واخا هما شاريين التيكي. هادشي غيخلي اكثر من 5000 واحد يطلع ليهم الدم، حيت اولا ما غيشوفوش الماتش اللي اولين يشوفوه، وثانيا على التقلب العالميه اللي دارت ليهم، وبالتالي فهم حاولوا باي طريقه يحتجوا باش يدخلوا. الهضره كثرت والروينه ناط ما بين المشجعين المسالمين اللي كانوا كيغوتوا باش يهضروا على هاد الحقره والقلب اللي دار ليهم، والمشجعين اللي خداو زمام الامور بيديهم وناضوا كينقزوا الحواجز والبيبان. هنا السلطات الامنيه باش يفرقوا هاد الجوقه ويكالميو بنادم زعما شدوا التيوات ديال الماء وبداو كيرشوا الماء فين ما جا، وداكشي اللي كيفسر علاش نورا الزبير مسكينه فاش مات كانت منفوخه بالماء، وبزاف ديال الناس اخرين بقاو ملوحين في الارض وكاين فيهم كاع اللي سخفوا. الناس حسوا براسهم تعرضوا للنصب والاحتيال من طرف الشركه اللي سيرت هاد الحادث، ولكن اللي ما دخلش ليا انا بعد راسي هو كيفاش الشركه بحال هادي اللي مشهوره بالفضائح التنظيميه ديالها وباقا خدامه حتى لدابا، حيت راه ما كيجي دور العام حتى كتلقاها دايره فضيحه جديده. بحال العام الفايتني في مباراه الرجاء والاهلي وقع نفس المشكل ديال التدافع وعدم تنظيم عمليه بيع التذاكر، وغير الزهر اللي وقف معاهم باش ما وقعتش شي كارثه. وما مره ما جوج رئيسه مجلس جماعه الدار البيضاء دارت اجتماع مع المدير العام لكازا ايفنت، حيت ديما كينوض عليه الصداع اما بسبب مركب دونور والعشوائيه في التدبير، واما بسبب المشاكل ديال التيكيات او الزبل اللي كيكون في المدرجات. وفي كل مره كينوضوا الناس يطالبوا باش تفسخ الكونطرا اللي دايرين مع هاد الشركه الكارثيه بجميع المقاييس، اللي ما كتجي فين تسالي منشوها حتى كدوز لوحده مكبر، وغير هي بوحده خصنا عليها فيديو على الفضايح اللي ما كيساليوش. السؤال هو فاش كتوقع شي كارثه بحال هادي؟ واش خصنا نحاسبوا الدري او البنت بالخصوص حيت مشاو يتفرجوا، او لا خصنا نحلوا المشكل من الجذر باش نحافظوا على السلامه ديال الناس؟ بطبيعه الحال الا كنتي انسان بعقلك غتقول لي خص المشكل يتحل من الجذر ونشوفوا علاش باقي كيداروا هاد القوالب ديال طبيعه التيكيات اكثر من الزايد، واش كيديروه هكاك باش يبيعوهم في السوق السوداء، وبزاف ديال الاسئله اخرين اللي محال واش نلقاو لهم الجواب. حيت ماشي الحل هو انك تقاطع التيران في مره، اولا في ان البنات ما خصهمش يمشيو لدوك البلايص، راه كاين مشجعات اللي كيموتوا على الكره قبل ما حتى تزاد انت ولا انا، بحال هاد السيده اللي كتموت على الرجاء وديما كتبع الماتشات لا في التيران ولا في التلفازه. لا من راجلي من كلشي بولادي كلشي تنموت على الخضره. اولا هاد المره اللي متبعه الرجاء منين كان في عمرها 14 عام وباقي كتبغي الفريق وكانها مراهقه، اما هاد السيده 41 عام تبارك الله وهي مشجعه وفيه للجيش الملكي، وماشي غير الرجاء اللي عنده مشجعات من مختلف الاعمار. الحاجه
العويسي كانت من اشهر المشجعات في تاريخ الدفاع الجديدي، لدرجه انها فاش مرضات كل شيء جاي يدير معها لقاء حيت معروفه بزاف، والمشجعين جاوا يزوروها بصفتها رمز من رموز الفريق، حيت الكره اخلاق قبل ما تكون رياضه وصافي. وهذه جميله الوداديه اللي تجلس معها جبد لك التاريخ ديال التيرانات دكازا كاملين. اما ام نائمه واخا في عمرها 59 عام الا انها باقا مشجعه وفيه، وكتمشي تتفرج في الكاك وفين ما مشى غدا معاه، وكتقول انها كتحقق في الحلم الطفولي ديالها في انها تمشي تتفرج بحريه، حيت فاش كانت صغيره ما كانوش كيخليوها تمشي تتفرج في الملاعب لانه كانت حشومه في ديك الوقت البنت تمشي، وبالتالي فالبنات راه كتعجبهم الكره كاي رياضه. غير الفرق اللي بيننا حنا كبنات مع الدراري هو ان الاب كيدي ولدو معاه يتفرج وكيهضر معاه على كره من الصغر، في الوقت اللي البنت كتبقى مع امها وتديها معاها فين ما مشات. وداكشي علاش البنات ما طوروش واحد الحب كبير لكره القدم. واخا هكاك ما نكروش انه في المونديال كان جو واعر، حيت المنتخب جمع كلشي صغار وكبار، رجال وعيالات واطفال، وخلى المجتمع ينسى داك الفرق اللي كاين، والعالم كامل كيشهد بحسن سلوك واخلاق المشجعين في كاس العالم. فكنظن وصل الوقت باش ما نبقاوش نميزو ونقولو كره غير للدراري، حيت اختك ولا بنتك ولا مراتك واخا ما تبغيش تفرج في كره غتفرع عليك راسك نهار غيلعب المنتخب، وغتوحل معاها بكثره الاسئله، اشناهو اورجو، علاش هذاك كيجري بكره، وعلاش عطاه حمراء، ويلا كاين 11 لاعب في الفريق علاش كاين الرقم 30. ايوا تما فكها معاها وانت اصلا مع الصبح الزاكلين بيت. وما ننساوش ان الفريق النسوي ديال المنتخب مشرف البلاد، وماشي بعيد مع الوقت بنات حتى هما يوليو مهتمين بهذه الرياضه. وداكشي علاش وصل الوقت باش يكون تنظيم وملاعب مشرفه اللي ما غيموت فيها لا دري ولا بنات ويشويو الوالدين في كبدتهم.